مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. نظمت إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان تحولات الذكاء الاصطناعي، رحلة التعلم ورؤية الابتكار. هنتكلم على مهارة أو المهارات المطلوبة علشان أقدر أتعامل كلنا نقدر نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مع بيئة عمل أو بيئة دراسة يكون فيها تطبيق شامل للذكاء الاصطناعي. يبقى عندنا مهارات التكيف ومهارات التعلم، وإزاي نعرف التحديات اللي هي ممكن تكون بتواجهنا في المجال ده ونكون مستعدين ليها. الندوة دي موجهة للجمهور بصفة عامة، لأي حد بيشتغل في أي مجال. الذكاء الاصطناعي غزا تقريبا كل المجالات، بقى موجود في الطب والهندسة والسياسة والاقتصاد والزراعة والتعليم. فأي حد بيشتغل في أي مجال محتاج إنه يشوف إيه الأدوات اللي ممكن تساعده في شغله عشان تحسن إنتاجيته. زي ما قلت انه ستيل لحد دلوقتي مفيش اي مؤشرات بتقول ان الذكاء الاصطناعي هياخد محل الانسان، لكن لحد الوقت الحالي بتقول كل المؤشرات ان الذكاء الاصطناعي اداه داعمه، اداه بتساعد، فهي ممكن تسهل الوقت، ممكن تقصر مسافات، ممكن تبني اكتر من وجهه نظر، ممكن تساعد على افكار مبنيه حسابيا او محتاجه احصائيا بشكل اسرع ودقه اكتر. النهاردة أنا هبقى مركز على تأثير الذكاء الاصطناعي على بيئة العمل، إزاي الذكاء الاصطناعي هيحول طريقة الشغل بتاعنا، المهام الوظيفية بتاعتنا هتبقى إيه بعد تطبيق كامل للذكاء الاصطناعي، فإيه المهارات اللي هتبقى مطلوبة مننا؟ هل هيبقى مطلوب مننا نشتغل 8 ساعات في اليوم؟ طب الـ8 ساعات دول اللي هبقى بعمل فيهم إيه مختلف عن اللي أنا بعمله النهاردة؟ وإزاي أنا أبقى جاهز للحقبة القادمة بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، إن أنا أبقى قائد في المجال بتاعي مع تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل؟ أرجوك افهمني، كان هو عنوان المحاضرة التي نظمتها مكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن البرنامج الموجه لأولياء الأمور. ندوة بنحاول فيها ان احنا نقرب المسافات ما بين الأسرة عموما، سواء كان الأب او الأم او الإخوات والمراهق لو كان موجود في البيت، لمحاولة الوصول لحل وسط للمشاكل المرتبطة بالحرية، مفهوم المسؤولية، فكرة المحاكاة والتعامل مع المجتمع بشكل فيه تبعية، الأمور اللي هي يمكن بتعمل خلافات كتيرة جدا في الأسرة. ويمكن احنا حاولنا ان احنا نتكلم في الثلاث محاور اللي بنسمع فيهم دايما شكوى كتير، يعني فكرة دفاع المراهق عن نفسه وان زي انا حر، انا اقدر اعمل اللي انا عايزه، ورد فعل الأسرة اللي ممكن يكون مفهوش استيعاب شوية لفكرة التغيير اللي حصل معاه أو رغبته في أنه هو يكون مستقل. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان إحنا نقرب المسافات، خليهم يشوفوا بعض من برة، هنحاول نعمل محاكاة للمشاهد دي علشان كل واحد فيهم يبقى شايف هو بيتعامل إزاي. الحقيقة أنا على مدار 3 سنوات يعني أنجزنا كتير جدا مع مكتبة النشء وغيري كمان. الميزة في التنوع أنه مبني على احتياجات الناس، مش مبني على اللي احنا بنفكر فيه بس، في حاجات كتير جدا الناس محتاجاها بتظهر في أسئلتهم حتى وإحنا موجودين في القاعة، ففي الغالب إحنا بنغطيها يعني. فده طبعا شيء يعني يحترم من القائمين على العمل إن هم بيتعاملوا مع الواقع. جاية أدي وجهة نظر المراهق، هتكلم باسم كل المراهقين، هحاول أوضح وجهة نظرهم أو وجهة نظرنا. هقول إحنا بنحس بإيه، ليه في فجوة يمكن شوية في التفكير بيننا وبين أولياء أمورنا، ليه بيحصل اختلاف، إيه اللي إحنا بنحاول نوصله ممكن كلامنا كده يتوه ما يبقاش واضح، إيه اللي ممكن بيضايقنا بيزعجنا اللي مش عارفين نعبر عنه. We'll be right back.
نظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حفل طبلة الست ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 20. مشاهدينا الأعزاء، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وللتعرف على كل ما هو جديد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.